اللي تشوفونه الآن ملخص يومنا في جايد. لحظة، تعالوا نحكي لكم قصة هذا اليوم. وصلنا للجناح جالسين مستعد لأن اليوم بيكون مختلف. بالبداية جانا وفد من عمان وموريتانيا واستعرضنا معاهم حلولنا وخدماتنا اللي من ضمنهم شبر. اسمها شبر، وهي خاصة بإدارة جميع عمليات الشحن والربط بين المتاجر وشركات النقل. بعدها صار لازم نجهز نفسنا لأن عندنا توقيع اتفاقيتين، الأولى مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، أما الاتفاقية الثانية كانت مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات إنتاج من الأردن. اليوم كان طويل، بس المهم أن كلنا مبسوطين في لقاء المهتمين بمنتجاتنا المختلفة والتعرف عليها. وزي ما نقول كل يوم نشوفكم بكرة بيوم جديد وعلم جديد.